وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة. رامي، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. تحياتي لك ولكل متابعينا، ونحن نتحدث عن هذه اللوحة الفنية الموسيقية الترفيهية الرياضية تحت مسمى وعنوان كبير جدا، مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي يعد من أكبر الفعاليات في الشرق الأوسط وجاذب للكثيرين للحضور إلى مدينة العالمين والاستمتاع بكل المواقع بها، سواء الشواطئ أو أيضا المواقع المختلفة التي تقام بها عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي بالفعل أدت إلى حضور جميع فئات الأسرة المصرية بأكملها بمختلف الأعمار قادمة إلى العالمين. وكما اعتدنا من مهرجان العالم عالمين مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة نهاية الأسبوع بتكون هناك عدد من الفعاليات الموسيقية والحفلات الغنائية الخاصة بأكبر وأشهر المطربين في مصر وأيضا الوطن العربي. وإذا تحدثنا عن الفعاليات المختلفة سواء في منطقة العالمين أرينا وعدد من الشواطئ الخاصة بمدينة العالمين، هناك مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة نهاية الأسبوع أعداد كبيرة من المواطنين تكون قادمة إلى منطقة ومدينة العالمين الجديدة، وتحديدا منطقة العالمين أرينا، لحضور العديد من الحفلات الغنائية وأيضا الترابية والعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة سواء موسيقية وترفيهية وغيرها ضمن الفعاليات المختلفة على مدار أكثر من 50 يوم في مهرجان العالم عالمين الذي ولد كبيرا بالشكل الكبير. وهذا المهرجان في اليوم هناك عدد من الفعاليات الغنائية وأيضا هناك حضور وتنوع في الحضور الكبير على مواقع وأماكن مدينة العالمين المختلفة. هذا هو المشهد، وعودة إليك. جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة.